أهلا بحضراتكم في حلقة سؤال النهاردة. سؤال النهاردة بيقول ممكن آكل شوربة عدس في الدايت؟ عايز أقول لكم إن شوربة العدس دي سوبر فود، سوبر فود فوائدها مذهلة، وأنا مش متصور إزاي إن يكون في ابن من أبنائنا إحنا نكون عاملين شوربة عدس وواحد منهم ما ياكلش شوربة عدس. لازم تفرجوه على الفيديو ده علشان يعرف فوائدها المذهلة قد إيه. ده يعتبر ابن عاق. شوربة العدس مليانة بروتين فمهمة للعضلات، شوربة العدس مهمة جدا لعلاج نزلات البرد، شوربة العدس مهمة جدا في التمرين، شوربة عدس فيها فايبرز بتحسن الشبع وبتحسن معدل حرق الدهون، شوربة العدس بتحسن الجهاز الهضمي وبتقي من سرطان القولون، شوربة العدس مليانة فيتامينات بتزود النشاط وبتزود الحيوية، شوربة العدس بتزود التحمل أثناء التمرين، شوربة العدس بتحسن من عمل الأجسام المضادة فبتزود المناعة. شوربة العدس من الأكلات المذهلة جدا اللي ما ينفعش أي حد يستغنى عنها. فانكم شاهدوا الفيديو ده عشان فيديو مهم، وتحياتي لكم، معكم دكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.